السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Today my subject: Allah He calling the believer. تقولكم عربي مش تحكي بالإنجليزي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألم يئن لمن؟ للفاسقين، للمنافقين. ألم يئن للذين آمنوا؟ انظر خطاب للمؤمنين بماذا؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله. هذا ما ينقصنا يا أخوة. نصلي، نصوم، نزكي، نحج، ولكننا لا نخاف الله، لا نخاف الله سبحانه وتعالى إلا من رحم. هذا ما ينقصنا. يقول تعالى حينما وصف الجبال إذا استمعت إلى كتاب الله ماذا يحدث لها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل، الصخر، الحجر، الصلد، يخشع لكلام الله. ونحن نقول أحاسيس ومشاعر، وأنا دم، وأنا عواطف، ولا تجد هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. من منا يستطيع أن يرفع يده ويقول أنا لا أعصي الله؟ كلنا نعصي، إمام، عالم، جاهل، كلنا نعصي إلا من رحم الله عز وجل. أعطى العصمة للأنبياء ونحن لسنا منهم. فهذا مربط الفرس. نريد أمة تخاف الله. إذا خفنا من الله أعطانا الله عز وجل كل شيء، وإذا لم نخافه أخافنا من كل شيء، كما يحدث الآن. كلنا نخاف من كل شيء حولنا. أصبح الإنسان يخاف من ظله، يخاف من ظله. وبدأنا نسمع أمثلة شعبية، يقول لك امشي جنب الحيط وكل يستيرة، الحيطان لها وداء، أكل العيش مر. أصبحت كأنها آيات تتلى في بيوت الناس، يعرفونها ويتدبرونها ويعملون بها. لماذا؟ لأننا خفنا من غير الله. القلب مثل كأس الماء، إما أن تملأه بخوف الله، وإما أن تملأه بغير ذلك. فإذا فرغت الكوب من الماء امتلأ بالهواء، فهذا أيضا القلب إن لم يخشى الله امتلأ بمخاوف أخرى. لذلك من الذي يخوفنا؟ إن الشيطان يعدكم الفقر، إن الشيطان يخوف أولياءه.
أصبحنا من أولياء الشيطان فأخافنا من كل شيء. نخاف من فاتورة الكهرباء، فاتورة الإيجار البيت، الماء، الغاز، أن نأخذ تيكت، سبيد تيكت يعني سرعة، أو أي مخالفة. نخاف من شرطي، نخاف من الحرامي، حتى ربنا أطفالنا هكذا، خاف من العو، خاف من الحرامي، خاف من الكلب، خاف من كذا، ولم نخوفهم من الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما تبحث في عبادات الله سبحانه وتعالى كلها، حينما أمرنا بالصلاة، حينما أمرنا بالصيام، حينما أمرنا بالزكاة، بالحج، بالأضحية، أمرنا حتى نخافه. قال تعالى عن الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذه الصلاة من غير خشوع ليس لك شيئا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فبدون خوف وتدبر لا تنتبه بها. فحينما سئل الصحابة كيف كانت صلاة رسول الله، قالوا: كان إذا مر على آية فيها عذاب استعاذ، وهو نبي الأمة، استعاذ أن يقع هذا العذاب عليه. وإذا مر الحديث عن رحمة أو نعمة رجا الله. هكذا تتغير أحوالنا في الصلاة ونصل إلى الخشوع إذا عشنا بين الخوف والرجاء. ولذلك جعل الله عز وجل وظيفة الأنبياء، ما حتى يكون معك ماجستير في الشريعة ولا دكتوراه في الشريعة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذا نريد ناس تخاف الله وحده، وترجو الله وحده، تسأل الله وحده، ترجو ما عنده. لكن رجاءنا اليوم أصبح في الدنيا، وخوفنا أن تسلب هذه الدنيا منا. لذلك الله عز وجل لم يكتفي فقط بإرسال الرسل، أيضا أرسل لنا الآيات من حولنا. وأحيانا للآيات قد تكون زلزال، قد يكون بركان، قد يكون عاصفة، قد يكون فيضان، قد يكون مرض، كما حال الآن حالنا اليوم مع الكورونا. ومع ذلك هل عدنا إلى الله؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا كورونا فيروس وهذه الأمراض ساقها الله إلينا لنعود إليه، فهل عدنا أم ما زلنا على ما نحن عليه؟ قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، دون العذاب الأكبر. نذيقهم من عذاب الدنيا دون عذاب يوم القيامة. ماذا مطلوب من الجميع؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. هل من عودة إلى الله؟ هل من تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نتكلم عن الصيام. لماذا أمرنا بالصيام؟ لنجوع ونعطش، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. حينما تكلم عن الحج، بعد أن تكلم عن فريضة الحج، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حينما تكلم عن القربان، الأضاحي والقرابين تقدم والصدقات، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كم نخاف الله، كم نخشى الله، لكن انظر كم الخوف الآن من غير الله. أتخشونهم؟ إن الله أحق أن تخشوه. أصبحنا نسمي دولا عظمى، دولا كبرى، والله أليس هو الأكبر؟ إن كان الله أكبر فلماذا تحسب حسابا لتلك الدولة وتلك الدولة وتقول أنها كبرى وعظمى؟ فأين عظمة الخالق أمام عظمة المخلوق؟ دلالة أن قلوبنا وأشربوا في قلوبهم العشر، وأشربوا في قلوبهم العشر، فأصبحت المخاوف تلتهم قلوبنا ونفوسنا. لذلك آيات صريحة، النصر لا يأتي بقوة ولا بسلاح ولا بعتاد ولا بعدد وجنود. ماذا قال تعالى؟ ولنسكننكم،
واللام لام القسم، لام التوكيد، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن ليس بالعدد وليس بالعتاد وليس يعني بالمعنى، الأمر الأول أن نخاف الله، هذا ما نريده. ولذلك انظر ماذا حدث يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قالوا لم نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير، فماذا حدث؟ فغلبوا وفروا يوم حنين، فلم تغني عنكم من الله شيئا وغركم بالعدد. لماذا؟ لأن أصبحت الثقة واليقين بالعدد والعتاد المجهز. نريد أمة تخاف الله، تتوكل على الله وحدها، يومها يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسرف على نفسه في الذنوب، يعني ما خلى صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها، فلما جاء وقت الاحتضار قال لأولاده: إن لم تنفذوا وصيتي والله لأحرمنكم من الميراث. هكذا هددهم تهديد وهو على فراش الموت. قالوا: يا ولد، ما وصيتك؟ قال: إذا مت فاحرقوني وضروا جسدي في يوم عاصف في بحر هائج، فالقوا بعظامي ما تبقى منها. قالوا: لما؟ قال: والله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من خلقه. فظن أنه إذا فعل ذلك يستطيع أن يهرب من عقاب الله، لأنه يعلم ماذا قد فعل من الكبائر والذنوب. فالأولاد برا بوالدهم، وأيضا يريدون الميراث. فلما مات الأب حرقوه وطحنوا عظامه وذروا ما تبقى منها في يوم عاصف في بحر هائج. فجمع الله ذرات جسده فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: خوفا منك يا الله. قال: ادخل الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: عينان، وفي رواية: ثلاثة أعين لا تمسه النار. قال: عين بكت من خشية الله، وفي رواية: رجل ذكر الله في خلوة لا يرى أحد ففاضت عيناه من خشية، وعين باتت تحرص في سبيل الله، أي جندي يحمي أمته وشعبه من الظلمة والأعداء يحرصهم، والعين الثالثة عين غضت عن محارم الله. من هذه العيون نملك؟ سبحان الله، لا عين تبكي من خشية الله، ولا عين تحرص في سبيل الله، ولا عين تغض عن محارم الله. ثم نريد نصرا. قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة. قالوا: ماذا؟ لن ندخلها. لماذا؟ إن فيها قوما جبارين. رفضوا الدخول بسبب الخوف. فقال موسى: يا رب، لا أملك إلا نفسي وأخي، كل هالشعب اللي معاه ما أملك إلا نفسي وأخي. فتاه في صحراء سيناء 40 عاما لأجل خوفهم من المخلوق. هذا ثمرة من ثمرات ما نعيشه اليوم: ضياع، هزايم، ضعف اقتصادي، استسلام وذل، ما بعده ذل، حتى وصلنا إلى قاع القاع، حتى لم يعد حضيض نهم إليه بسبب أننا خفنا من غير الله سبحانه. وكما قال القائل: قوم يعني ضرب النعال، صاح النعال بأعلى صوته، بأي حق أضرب؟ لماذا؟ لأننا خفنا من غير الله وخشينا غير الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله ليكم فاستغفروه.
الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه، خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، من ثمرات التقوى قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كلنا أصبحنا تائهين، هل نصدق هذا العالم، هذا الشيخ؟ كنا نصلي وراءه ثم نراه اليوم يفتي بفتاوي ركن فيها للظالمين. أصبحنا تائهين، هذا ما زال يتغزل بهذا العالم وهذا الشيخ، وأصبحنا لا نلتزم بشيئا من شرع الله، هذا يصدق هذا وهذا يكذب هذا وهذا، لماذا هذا التيه؟ لأننا لم نصل إلى التقوى. والله لو وصلنا إلى التقوى ولم يكن عندنا علما شرعي لعلمنا أن هذا العالم كاذب، وهذا الجاهل البسيط يعرف من الحق ويتبع الحق أكثر من ذلك العالم. لكن حينما ذهبت التقوى أصبحت الموازين تعصب إلى مذاهب، تعصب إلى بلاد، إلى وطنيات، إلى قوميات، فرفضنا الحق الواضح الصريح الجلي وقد جاءنا واضحا من كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد رزقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل مشاكلك الاقتصادية السياسية كلها تحل مع تقوى الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جيوش موجودة في كل بلاد المسلمين، عتاد لا يعلم به إلا الله، كم يشترى كل عام بالمليارات، ولا يوجد أمن ولا أمان في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن شرط تحقق الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نريد إيمان من غير شركيات، يومها يأتي الأمن. ولذلك أولئك لهم تفيد التخصيص أن الأمن لهؤلاء الذين آمنوا ولم يشركوا، ولكن إن وقع الشرك لم يحصل لهم الأمن ولا الأمن. فلم تنفع تلك المليارات، ولم تنفع تلك الجنود، ولم ينفع ذلك العتاد. نريد هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة جالسا يتلو كتاب الله، فقال: ارفع صوتك، أريد أن أسمعك وأنت تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ يتلو من سورة من سور القرآن، يقال أنها سورة النساء. فبعد جزء من التلاوة إذا به ينظر إلى رسول الله، فإذا عينان رسول الله تدرفان من البكاء. رسول الأمة هكذا كان يتفاعل مع آيات القرآن الكريم. نحن كل يوم نصلي خمس صلوات، ويأتينا رمضانات، كم رمضان مر علينا، أين هذا البكاء من خشية الله؟ أين هذا البكاء من خشية الله؟ أين هذا الخوف من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله على قلب امرئ خوفان، ولا يجمع على قلب امرئ مؤمن أمنان، فمن خاف الله في الدنيا لم يخيفه في الآخرة، ومن لم يخاف الله في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا لم يأمنه في الآخرة. فالمسلم عليه دوما أن يعيش حياته بين الخوف والرجاء. هكذا وصف الله عز وجل عباده المؤمنين الأتقياء، بل وصف فيه العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي بمعنى أن العلماء يخشون الله. وجعل ابن تيمية رحمه الله في كتاب اسمه الحسنة والسيئة بابا وفصلا، قال: العلم ليس حفظ القرآن، ليس دراسة الشريعة، قال: العلم الخشية. ثم بوب بابا آخر قال: الجهل عدم الخشية، الجهل حينما يغيب عنا خوف الله سبحانه وتعالى.
ثم استدل بسورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل يرجو رحمة ربه ويحضر الآخرة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سمي علماء برجاؤهم وخوفهم. وأيضا استدل بقول ابن عباس قال عالم يعصي الله فهو جاهل وجاهل لا يعصي الله فهو عالم. إذن العلم مقدار خشية الله، مقدار أن تخاف الله سبحانه وتعالى. هناك موقف عجيب حدث مع نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. كان قد تبنى كما تعلمون زيد بالتبني، وكان التبني مسموح به قبل الإسلام، ولكن الإسلام أراد أن يوقف التبني وأمرنا أن ننسب الأبناء إلى آبائهم، وإما لا يجوز لنا أن تنسبهم إليك، يعني من أراد يربي إنسان يعني في بيته يعني فيربي لكن لا ينسبه إلى عائلته. وكان زيد قد تزوج زينب، وكل يوم التالي خلافات بين زيد وزوجته زينب. فالله عز وجل أخبر بالوحي لنبي الأمة بأن زيد سيطلق زوجته، وأنت بعد أن تنتهي عدتها ستتزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرج، كيف يعني إذا جاءه زيد يقول له تعال يعني طلق زوجتك انهي الموضوع وأنا سأتزوجها، فخشى أن يظن به أحدا شيئا، خشى أن يقول الناس فيه شيئا. فنزل قوله تعالى أتخشى الناس إن الله حقا تخشى، حاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخشى الناس، حاسب حساب لكلام الناس. الله عز وجل يريد أن يبين أنه يجوز لك أن تتزوج زوجة ابنك من التبني إذا طلقها. فعاتب نبي الأمة، فمن نحن يا أخوة؟ نحن بحاجة أن نعود إلى الله. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم نسألك بكل ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نستعينك بكل ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قولنا وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قولنا وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. قبل أن نستودعكم، هناك بئر ماء في بلاد المغرب يحتاج إلى صدقاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الماء، أفضل الصدقة الماء. وهناك إمام مشهور مثل البخاري ومسلم اسمه الإمام الحاكم، ذات يوم أصيب في بصره فلم يعد يرى، وذهب إلى الأطباء في المشارق والمغارب فما أحد وجد له شيء، وكاد أن يصاب بالعمى تماما. ثم رأى رؤيا في المنام أنه يحفر في الأرض حفرا، فسأل من يعرف تفسير هذه الرؤيا، فقالوا له هذا يأمرك الله أن تحفر بئر ماء للناس. فلما حفره عاد له بصره كما كان. فلذلك يا أخوة أفضل الصدقة الماء. فأنصحكم جميعا إن شاء الله أن تتبرعوا لهذا العمل الخيري إن شاء الله، ونتمنى من الجميع إن شاء الله أن يبذل كل ما يستطيع، فما نقص مال من صدقة. أقول قولي هذا واستغفركم فاستغفروه وأقم الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.